هذه القيمة التي تجعلنا نحن كشباب حاضرين بكل حرقة في الميدان، تجعلنا نحن كشباب واقفين بكل فعالية مع مجتمعاتنا المحلية. إذا اليوم كنا متواجدين في الجمعية العامة الأولى العادية للمجلس الأعلى للشباب، هذا الصرح اللي نعتز به كثيرا في الجزائر الجديدة، هو عماد من أعمدة الديمقراطية التشاركية، وهو مكمل لعمل الكثير من الهيئات، لأنه نقول بلاه المجلس الأعلى للشباب لا يعتبر هيئة استشارية فقط لدى رئاسة الجمهورية، بل هو بالنسبة لنا جميعا كمجتمع مدني هيئة استشارية موثوق بها نظرا نقول للمستوى العالي للأعضاء اللي احنا تفاجئنا به ولصرنا كذلك كثيرا. بالنسبة للهلال الأحمر الجزائري كنا أول من أمضى اتفاقية شراكة وتعاون مع هذه الهيئة اللي ما زلنا نتواصل في إعداد الطرق والمنظومة الخاصة بهذا التعاون اللي راح يشمل كثير من التكوينات بالنسبة للقانون الإنساني الدولي، بالنسبة لعملية الإغاثة، بالنسبة إلى تنظيم وتسيير الكوارث الطبيعية كذلك، بما أنه مع في إطار التغيرات المناخية الدور تاع الهلال الأحمر الجزائري أصبح جد 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 مهم، لكنه يجب أن يكون في تكامل كذلك مع هيئة استشارية بحجم ووزن المجلس الأعلى للشباب. مرصد المجتمع المدني الوطني، المجتمع المدني يمتلك التخصص عن طريق الجمعيات العديدة واللي تعد بالألف، والمجلس الأعلى للشباب يمتلك طاقة ويمتلك أيضا الشباب من الجنسين اللي أيضا يشكلوا الفاعلين من حيث التطوع أو من حيث العمل القيادي، فلذلك هي فرصة بالنسبة لنا تحفيز أعداد أكبر من الشباب حتى يكون فاعل في شبكات المجتمع المدني، في جمعيات المجتمع المدني، لأننا محتاجين اليوم نغرس الموديل، نموذج قيادي شبابي في إدارة عمل المجتمع المدني. تعرفي أن شباب الجزائر الله يبارك يعد بالملايين، ونحن الآن في المجتمع المدني عندنا ما يفوق 136 ألف جمعية، نطمح ونأمل التعاون مع المجلس على الشباب ومع كل المكونات الشبابية الجزائرية اللي موجودة في ربوع الوطن أن نصل إلى هذه الفعالية تاع الشباب تاعنا الجزائري كقياديين وكفاعلين في إدارة المشاريع وفي إدارة الحملات وفي إدارة أيضا الحوار اللي يطلقه المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، وأيضا نطمح للوصول إلى قيادات شابة تمتلك القدرة على مستوى الإقليمي والدولي، فهذا أيضا بالنسبة لنا يعتبر مساحة ومحطة وأفاق لابد أننا نشجعها وندعمها لكي يصبح الشباب نتاعنا فاعل في هذه العملية إن شاء الله. هذه الهيئة خلال سنة من مسيرتها قامت بالكثير من الخطوات الهامة، سواء ما يتعلق ببناء مؤسساتها ولجانها وهياكلها، أو ما يتعلق أيضا بمتابعة انشغالات الشباب من خلال اللقاءات الجوارية التي انعقدت عبر كافة ولايات الوطن. وإحنا ككشافة إسلامية جزائرية باعتبار الكشافة منظمة شبابية فيها أزيد من 200 ألف منخرط كلهم من الشباب، نحن متفائلون جدا بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للشباب بالمرافعة على قضايا الشباب، سواء المهيكلين والمؤطرين في عمل جمعوي أو الشباب في مختلف القطاعات. اليوم رانا نشهد بأنه فيه قرارات تم اتخاذها من طرف رئيس الجمهورية، منها ما يتعلق بالتعليم العالي والتكوين، منها ما يتعلق بالاستثمار وفتح فرص لإنشاء المؤسسات، ومنها ما يتعلق بمنحة البطالة، كلها قرارات تصب في مصلحة الشباب وقرارات يعني تأتي في وقت مهم جدا لدعم ومرافقة الشباب. فاليوم يعني نحن متفائلون بأن هذه الدورة وكل يعني أشغال المجلس ستكون لها مخرجات وتوصيات، كلها ستقدم إضافة هامة للشباب في الجزائر، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء هذه الهيئة.